أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46 مليار و384 مليون دولار في يونيو المنصرم من 46 مليار و125 مليون دولار في مايو الماضي، بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار. عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات هيئة البترول لبحث سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية. خلال الاجتماع أشارت الوزارة إلى أهمية العمل على زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة وتنمية موارد مصر من الطاقة كهدف أساسي في ظل أهميتها للبلاد في الوقت الحالي من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية. في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم بداية تداولات الأسبوع وسط عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه ليصل إلى 1.9 تريليون مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 11 مليار و800 مليون جنيه. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 على ارتفاع نسبته 89%، مسجلا نحو 28,616 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.13% لينهي التعاملات عند مستوى 6,293 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف 95% ليغلق عند مستوى 9,144 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف توقعات المستثمرين بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة قريبا. ربح المؤشر السعودي من نسبته 3%، كما صعد المؤشر القطري بنسبة 5%، كذلك صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 83%، في حين تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 72%.